ترأس في الأيام الماضية النائب القائد القوات المسلحة حفل تسليم وتسلم بين القائد السابق والجديد للقوات المشتركة تشاد أفريقيا الوسطى السودان الجنرال عثمان بحر محمد إتنو. جرت المناسبة بمدينة تيسي الواقعة شرق البلاد. بحر الدين عبد الشافي والتفاصيل. جاء حفل تسليم وتسلم للقائد الجديد الجنرال دي برغاد عثمان بحر محمد إتنو على رأس القوات الثلاثية المشتركة بين تشاد والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى. هذا فقد تم تعيينه كقائد عام للقوات المشتركة وإدارة الشؤون العسكرية في المناطق الحدودية من أجل توفير واستدباب الأمن وجلب السلام في المناطق الحدودية. كما تم تعيين نائب للقائد الأول وهو العقيد محمد موسى قربال. وخلال هذه المناسبة أقام بتسليم الراية القائد العام النائب للقوات التشادية الجنرال ديبرغات جنينباي الذي حس القوات المشتركة باحترام القائد الجديد وكذا احترام النظم الإدارية والقوانين العسكرية. أنتم عملتم في عندكم عمل مشهور للتأمين الحدود وأمن الشعب وممتلكاتهم. هذا الواجب الجيش الواجب مشهور. كما طلب القائد الجديد عثمان بحر محمد إتنو من العسكريين وضباط الصف العمل سويا والوقوف معه من أجل تحقيق الأمن وبسط سلطة الدولة في الحدود المشتركة.